بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ملازم زاهر كريشير. بعد أن وردنا معلومات من بعض عناصر المنشقة في بلدة كفر نبودة بأن قوات الأمن والشبيحة قد جهزوا لعملية مدامة في بلدة كفر نبودة ليلا اليوم السبت 1/10/2011، فاتفقنا أن نقوم بمهاجمتهم والتصدي لهم في الساعة 6 مساء، وقد أثرت العملية عن مقتل ما يقارب 60 من عصابات الأمن والشبيحة، وتم بحمد الله تأمين خروج عناصر الجيش المشرقين والذي يبلغ عددهم 35 عنصرا بعتادهم الكامل باتجاه مدينة حما وتدمير عربة برد ام وعربة بي ام بي وحرقها بالكامل. وأوجه انذار الى قوات الجيش المتواجدة في المدن والبلدات السورية بأن سنقوم بتحرير مراكبهم الرئيسة على حدود الجولان على سوريا حرابية،